السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو أسرة الإنسان. النهاردة يا جماعة الفيديو هنتكلم عن الفيديو بتاع سمكري البني آدمين زي ما هو مشهور على النت. الراجل ده يا جماعة زي ما انتوا عارفين، الناس اللي عارفاه والناس اللي مش عارفاه، الراجل ده الشهر بأنه هو صاحب مركز علاج طبيعي في القاهرة. بيروح إن كان بيعمل بيروحوا له المشاهير والممثلين والرياضيين، يعني ممثلين كتير راحوا له، وكان ما كانش بياخد من الممثلين فلوس، كان بيشترط عليهم يا جماعة إن هم يعملوا شير أو شهرة على أو ينشروا المقطع الفيديو اللي هيصوروه على الفيديو بتاعهم على الصفحات بتاعتهم عشان ينال شهرة، ما كانش بياخد من المشاهير فلوس. هنا زي ما احنا شايفين بعض الممثلين، وهنا مع حمو بيك اهو. ده يا جماعة اتقبض عليه، وهو الوقت راح للتحقيق واخد 15 يوم على ذمة القضية بعد الشهرة اللي نالها دي، لأن اتضح إن هو ماهوش قانوني. طبعا الورق اللي كان معاه كله اغلبته ان هو ورق ماهوش سليم، ورق مزور، وهو اخصائي علاج طبيعي، هو مش دكتور، هو خريج كليه تربيه رياضيه، بس هو مزور شهادات ومزور ورق ان هو طبيب. طبعا ده اتضح ان هو مزور الورق ده وتم القبض عليه، وهو راح للتحقيق دلوقتي. عمل ناس قعدت مش سليمة يا جماعة. أنا كنت بتعالج علاج طبيعي واتكلمت مع الدكتور على الحاجات اللي هو بيعملها، قالت الحاجات اللي هو بيعملها دي هتعمل كارثة، وفعلا يعني ناس اتهمته إن هو عامل لهم من المنفردة سني، إن هو عمل لها مستديمة في العمود الفقري. ناس شايفينه بيعمل الأطفال والحيوانات الفنانة سندي اتهمت إن هو السبب لها في عادة مستديمة، ولسه لحد دلوقتي عامل لها ألم بسبب إن هو انا عايز اعرف الناس دي كانت فين من الاول خالص عشان يروحوا له ويعملوا في جسمهم كده يا جماعه. ترى الحاجات دي كلها غلط جدا جدا. كفايه كانت الدوله واللي سايباه كل المده دي ليه؟ هو في النهايه ان هو اتقبض عليه محمد عبد الرحمن. كان بيتكلم مع عمرو أديب محاسب، أول شهادة إن هو محاسب، ومعاه شهادة من أمريكا للعلاج الطبيعي. يا جماعة مع الممثلين والمشاهير.